شكرا أحمد. أفاد مراسل الجزيرة في تونس أن عصابة مجهولة اعتدت بالعنف الشديد على فريق الجزيرة في بنغدان جنوب تونس وراحت تطارده. ومعنا من جرجيس بجنوب أسلونا محمد البقالي. محمد، ما الذي جرى بالضبط؟ الذي وقع بالضبط هو أننا كنا قبل قليل، قبل حوالي نصف ساعة من الآن، بصدد إنجاز تقرير غير بعيد عن مدينة بنغدان الحدودية. فجأة توقفت سيارة سوداء، نزل منها أربعة أشخاص وبدون سابق إنذار انهالوا على المصور وعلي شخصيا بالضرب. طبعا لم يكن أمامنا غير الابتعاد عن المنطقة بعجل، استعملنا سياراتنا. أثناء الطريق التقينا دورية للجيش، طبعا أخبرناهم بالذي حصل، قالوا لنا إنكم الآن في حمايتنا وليس هناك أي شيء يمكن أن تخشونا. أثناء وجودنا مع دورية الجيش عاد الجماعة الذين اعتدوا علينا من قبل، وهذه المرة لم يعودوا وحدهم، عادوا بما يمكن وصفه بتعزيزات، بحيث جاءت معهم ثلاث سيارات أخرى وفي كل سيارة يوجد حوالي خمسة أشخاص. هذه المرة نزلوا محملين بالعصي. الجيش حقيقة حاول ثنيهم عن الاعتداء علينا، لكنهم كانوا مصرين على الاعتداء علينا، ورغم وجود الجيش حاولوا الاعتداء علينا، لكن الجيش هذه المرة منعهم. طبعا كنا مضطرين مرة أخرى إلى الهرب من جديد، لأنه وجدنا أنفسنا في مواجهتهم وجها لوجه، وأنهم لم يحترموا حتى أوامر الجيش بالتوقف. طبعا أثناء محاولتنا الهرب طاردونا مرة أخرى بثلاث سيارات، حيث كانت مطاردة أشبه بما يقع في الأفلام، بحيث أننا كنا مضطرين للسير بحوالي 160 كيلومتر في الساعة في شوارع مليئة بالمارة وهم يطاردوننا، بحيث أننا لم نتنفس الصعداء إلا بعدما تجاوزنا المدينة بحوالي 30 كيلومترا، لأن المطاردة استمرت. محمد، هل تبينتم إذا كانوا تونسيين أم ليبيين؟ الذين هاجمونا واعتدوا علينا بالضرب وطاردونا هم تونسيون يقطنون بمدينة بنغدان ومعروفون للجيش وللأمن، ولدينا والشهود أيضا يعرفونهم، لأن الاعتداء تم على مرأة ومسمع من الجميع. وحينما عادوا المرة الثانية الجيش كانوا أمام الجيش، بمعنى أن الجيش يعرفهم والشرطة تعرفهم والحرس الوطني يعرفهم، هم معروفون لدى الجميع وهم تونسيون. وقد أخبرنا من قبل بعض سكان مدينة بنغدان وبالمناسبة قد تدخلوا من أجل الدفاع عنا من خلال إجراء بعض الاتصالات، أخبرنا بأنهم هم من جماعة المستفيدين من تجارة التهريب على عهد القذافي طبعا خلال الفترة السابقة. الآن مع توقف وتراجع هذه التجارة هم يعتبرون أن وسائل الإعلام هي السبب في تراجع هذه التجارة، كما أن بعضهم وفق ما أفادنا به بعض سكان المدينة يعتبرون أعضاء في اللجنة الثورية، على الرغم من أنهم ليسوا ليبيين وأنهم لديهم علاقة وطيدة تربطهم باللجنة الثورية الموجودة في ليبيا، وأنهم يتم تحريضهم بشكل مستمر على الصحفيين وخاصة على قناة الجزيرة. وهذا الأمر كان واضحا من خلال الاتهامات التي كانت توجه إلينا بالعمالة والحقارة، يعني السباب الذي كان يوجه إلينا أثناء عملية الاعتداء كان يدل على أن الأمر يستهدف عملنا كقناة ويستهدف عملنا الصحفي وليس أي شيء آخر. نعم محمد البقالي، شكرا لك والحمد لله على سلامتكم. هي ضريبة البحث عن الحقيقة دائما. شكرا لك. في ختام